السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من أقلام بحرية، لنقف عند واحد من الأقلام البحرية المبدعة والذي تنوعت نتاجاته ما بين الشعر والقصة وما بين الترجمة عن الإسبانية أو الكتابة بها. تعالوا نقف عند هذه العوالم التي اختار أن يخترقها، تعالوا نقف عند هذه اللحظات التي أخذته فكتب عنها، تعالوا نقف عند هذه الأزمة وكيف استطاع أن يحاورها، تعالوا نقف عند الإنسان في المكونات التي أبدعها. معنا اليوم في الاستوديو الأستاذ الكاتب والشاعر بديع صقور. أهلا ومرحبا بك أستاذ بديع، سعيدين بوجودك معنا. أهلا بك وأسعدت مساء جميعا، تحية بحرية للجميع وتحية لأوغاريت. أهلا ومرحبا. الشعر والحضارة. أهلا ومرحبا بك أستاذ بديع. عندما نقف عند هذه النتاجات الشعرية أو القصصية، عندما نقف عند الأماكن التي بدأت بها هذه النتاجات، عندما نعود إلى الأيام التي بعثت فيها لتدرس في أمريكا اللاتينية، وكان هناك واحد من الأعمال التي قدمتها بالإسبانية وسبقه عمل باللغة العربية، يعني نقف عند هذه النتاجات، نقف عند هذه التجارب، نقف عند الشباب كيف كان ينظر للإنسان، للمكون الاجتماعي، للمجتمع، كيف تعرفنا على العمل العربي الأول والإسباني الأول؟ العمل العربي الأول كان بعنوان مجموعة قصصية مرفع طائر الظهيرة. طبعا سبق هذا العمل المطبوع أعمال كانت تنشر في الأسبوع الأدبي في ذلك الحين، معق الثقافي للثورة، في جريدة البعث، في جريدة الموقف الأدبي، المجلة. طبعا هذه الأعمال كانت أنشرها متفرقات. في عام 1980 نشرت أول مجموعة قصصية بعنوان مرفع طائر الظهيرة، تتحدث عن شخوص عايشتها، عن أصدقاء، عن أقرباء، عن أناس كما يقال نسيهم الزمن، فتحدثت عن همومهم، عن أحلامهم، لأننا وإياهم كنا على هذه الأرض وولدنا معهم، كبرنا معهم، مع حكاياهم، مع كل ما يمتلكون من رهافة الحياة وبساطة الحياة. هذه المجموعة كانت تتحدث عن أناس بسطاء عبروا هذه الحياة، ربما لم يؤرخ لهم سوى ما كتبته عنهم. في الغربة يتعلم الإنسان أشياء كثيرة. نحن حينما كبرنا خرجنا من الريف إلى المدينة إلى الجامعة، دائما في القرية كانت حدود العالم تنتهي عند جبل قريتنا. خرجنا إلى المدينة أدركت أن العالم أكبر، إلى العاصمة، إلى العالم. فكانت رحلة ممتعة لكنها كانت شاقة وطويلة. لمرة أولى تصل ساعات الطيران بالنسبة للسفر ما يقارب 25 ساعة طيران، كما يقال إلى نهاية الأرض حيث اليابسة، حيث البحر. وكتبت منذ سنوات آخر عمل عن تلك الرحلة، طبعا لا يهم أن هناك نصوص جاءت في الدفتر البري لأعشاب البحر. هذه النصوص حينما كتبتها عن تلك الأرض، عن أماكن، عن أصدقاء، عن أحبة، عمن عايشتهم، تماما الشخوص التي عايشتها في قريتي وفي مدينتي وفي بلادي قريبة منها كانت. فلذلك هؤلاء الناس حينما كتبت عنهم لم يتغير شيء، أن الهموم هي والحزن هو والخوف هو. يمكن أن نتناول أو نأخذ من دفتر البري لأعشاب البحر نصوص كتبت في ذلك الحين. الدفتر البري لأعشاب البحر كتبته باللغة الإسبانية؟ كتبته باللغة العربية، ومن ثم بعد أن تمكنت من اللغة الإسبانية كتبته بمساعدة بعض الأصدقاء كي لا أخطئ. يعني كان هناك بعض في شاعرة ساعدتني بصياغة النص بشكل كامل، لأن اللغة، أي لغة، تحتاج إلى زمن طويل، وخصوصا اللغة الأدبية. عندما وصل إلى الآخر وبلغته أستاذ بديع، يعني نريد أن نسمع ما هو شعورك آنذاك؟ كان شعوري كبيرا، ويمكن أن أخذ خاتمة الكتاب كما صدر
باللغة الإسبانية. هذا الكتاب صدر عن جمعية بيدرو برادو الأدبية، هذا الشاعر من القرن التاسع عشر، من أهم شعراء أمريكا اللاتينية، في فينيا ديل مار تشيلي، الدفتر البري لأعشاب البحر، لشاعر عربي من سوريا هو بديع صقور. إنه نتاج واضح كالنجوم في صحراء بلا حدود، وعند قراءتك له تشعر كأنك أمام مرآة الحياة. نظرته مثل سماء مليئة بالعصافير، ويداه أوراق خريفية بلا ريح، عصفور يتماهى بعصفور. الشاعرة التشيلانية ليليان روت أوريبي، صيف 1983. هذا كان التعريف، النص في الإسبانية، ونقلته ترجمته إلى العربية وثبته على كتابي وهذا الكتيب الذي اسمه الدفتر البري لأعشاب البحر. ماذا تسمعنا منه؟ أسمعك من حينما أتحدث، لنعود بالزمن إلى الوراء إلى عام 1983. أقول نشيد الدهشة، مدهش لونك يا أيها الباسفيك البعيد، حملتني إليك قوارب من الشرق، طيورك البحرية فوق هامتك تموت من الدهشة والحصار. مدهش أن تبتعد يا وطن المتوسط البعيد، اللغة الباردة تنهش اللسان الحار، وشمس الجنوب مهاجرة دوما تنوس أصوات أضواء المراكب، ينوس وجهي فوق خرائط الماء، يضيق العمر الذي يدور في حلبات النار والسفر. نشيد الغربة، سهول البلاد المريقة يباسا، أضيق من غربة القبر داخل حانات معبأة بالدخان والروائح والسكارى، تفتحت وردة الأضاليع على ضفة الروابي، تقف مدافع الغزاة تسطع فوق صدئها البارد دماء الهنود الحمر، تسطع نياذكا صغيرة لوجوه أطفال تساقطت من القمم إلى جوف النهر، داخل الحانات تتوسع الضحكات كموجة صنعتها الحصى. طبعا النص طويل، هو يتحدث عن تلك البلاد، عن الهنود الذين التقيتهم في أمريكا اللاتينية، المبوتشو والأروكانو، هؤلاء بقايا الهنود الذين تمت إبادتهم ذات يوم، لكنهم كانوا أقوى من الحياة فتواصلوا مع الحياة. يعني من خلال دفتر البري لأعشاب البحر بحثت عن جوهر الحياة التي رغم كل ظروف بقيت موجودة، ورغم كل القتل والإبادة. لا يمكن على الإطلاق حينما الأديب حينما يؤرخ، وأكثر صدقا حينما يكتب بصدق من التاريخ. التاريخ دائما تكتبه الأحذية الثقيلة، أما الأدب تكتبه دائما الأفكار المبدعة، الإنسان المبدع. والإنسان المبدع تماما حينما يكتب شعرا يجب أن يكون صادقا. جميل. يجب أن ننقل هموم الحياة وهموم الآخر، لا يعنيه أميرا أو لا يعنيه ملكا أو لا يعنيه رئيسا، يعنيه الآخر، يعنيه الحياة. جميل. أستاذ بديع، الدفتر البري لأعشاب البحر كتب بعد أن عدت من الغربة في ذلك الوقت، يعني كتب في الغربة تماما، يعني ولكن بعد أن اختمرت التجربة في ذهنك، بعد أن التقيت شخوص، بعد أن تعرفت الواقع، بعد أن عاركت الحياة ولو بشكل ما. إذا أردت أن أقف عند اللحظة المناسبة لديك التي تقودك إلى الكتابة أو التي تستوقفك، ما هي؟ دائما عين الشاعر أو الأديب هي مرآة يرسم أو يكتب عليها ما يجري في الحياة، فحين تختمر هذه الصور، هذه الرؤى، هذه الأحلام، تجيء عفو الخاطر. دائما القصيدة لا يمكن أن تكون ولادتها صعبة، الولادة الصعبة قد تأتي مشوهة. فدائما حينما أكتب ليس للكتابة زمن، ليس للكتابة وقت، وليس للكتابة بالنسبة لجغرافيا،
قد تأتي الفكرة وأنا أعبر شارعا ما. تكتبها في حينها؟ أكتبها في حينها طبعا، حينما أعود في لحظة أشعر بأنني أحتاج إلى أن أكتبها أعود لأكتبها في أي موقع كان. لا يهمني أن يكون هناك أجواء، ربما يكون في مقهى صخب الناس، يكون على أريكة مريحة غير مريحة، على كرسي. فإذا ليس لدي طقس لأن تأتي القصيدة أو يأتي النص، إلا أن يأتي كما قلت بشكل متهاد، كما نسمة، كما ريح تعبر بشكل هادئ، فتأتي الولادة طبيعية جدا. وجاءت هذه الولادة لمجموعات قصصية ومجموعات أخرى شعرية ومجموعات يعني شعرية. كان لدينا مرفأ طائر الظهيرة، وهو العمل القصصي الأول، تلاه شمعنا المغيب، خريف المطار، طقوس الغريب، أبعد من زهرة النهار، مدارج الريح، لدينا أيضا شقائق الخريف، جل نار البحر تحت في النجوم، ويرث البحر الغبار، وحاضر الآن دائما، إلى آخر الأعمال، هذا الذي بين يدي والذي جاء متزامنا مع الأزمة المفتعلة التي تمر بها سوريا، دعوا الحمام ينام. عندما نجول في هذه الأعمال المتنوعة لابد أن نقف عند مقطوعات كتبتها وأثرت بك وتريد أن توصلها للآخر، ماذا تسمعنا منها؟ أريد أن أعود لي أيها العابر أيها الغريب. هذا النص حكيت به شاعرا فينيقيا أو سوريا عاش على هذه الأرض قبل الميلاد ب140 عاما، كان شاعرا إنسانا. طبعا لا أريد أن أتحدث عنه كثيرا في لقاءات كثيرة، لكن سأقرأ من هذا الكتاب بعض المقاطع بنص بعنوان، لأن هذا الكتاب صدر عام 2012، إذن كان قد مرض على الأذمة ما يقارب السنة. أقول: القاتل لا يزرع وردا في سالف الوقت، بكيت عليك بكيت علي في سالف الحزن، مسحت دمعك مسحت دمعي بمنديل الهوى، في سالف الجوع بكينا على السنابل معا، في سالف الحقد ألقيتني للذئب، فكانت روح الموت تدور. أنتقل لمقطع آخر من الغيمة تمطر وجعا، إذا كان كلما اقترب من خضرة الخريف ينتابه خوف، كان كلما مد يده إلى غصن يرتجفان معا يده والغصن، كان كلما انفرطت أوراق يوم عجوز تلاشى ربيع آخر وأوى الطيور إلى وكنات المطر، كان كلما انتظرهم في فجر الريح تفرقت فراشات صدورهم في حدائق الغيم. من هذه النصوص حينما تقول: لا تذبح الندى، دعوا الندى للصباح، الاغتيال يطال عصافير الريح، الغبار يرشق نوافذ الماء، اشهد عبسي ولا من يسفح دمعة حزن على العصافير، الأحلام سحابة عابرة، زنار من المطر يطوق خصر الحقول، كمشة من غربة، قمر بعيد. إلى أن أقول: عندما انكسرت أغصان الفجر، لو كان يدرك أن الموت ينتظره تحت شرفة بيته لفكر بالطيران من نافذة غرفته والتصفيق بجناحيه بعيدا عن زخات الرصاص. توصلت عندما نفتح سماء الكروم للعصافير، لا شك بأن الصباح سيهزم الحق، وحيدا ينام في قبره، وحيدا ولا من يغمس عشياته الطويلة، كيف له أن يرى النجوم
كيف له أن يشارك الشمس نشر خيوطها على الحقول والجبال والأنهار والضفار والنوافذ والأذرار. لا يخدعنك أن القتل من أينما جاء أنه طريق وحيد للحرية. ماذا تعني لك حريتك الشخصية بعد دفئهم بك إلى مجاهل الأبدية؟ تغيب الشمس وأكللك بشرشف من دم، هذا بصوت أحد الأمهات. كان على هذه الأحقاد وعلى هذا الغضب ألا يستيقظا. الأحقاد وهم والغضب لا مبرر له. أمامنا الكثير لاقتلاع الأوجاع وتحقيق ما حلمنا به ذات الطفولة. يعني أستاذ بديع، عندما نستمع إلى هذه النتاجات دائما هناك خطاب لشخص ما قد يكون موجود وقد يكون غير موجود. من هذا الخطاب لهذا الشاعر الذي ولد قبل الميلاد ب 140 عام، إلى خطاب آخر لمحمود درويش، إلى خطاب ثالث لشخص هندي، إلى ما هنالك. ماذا تحقق لك هذه الخطابية في الشعر؟ هذه ليست خطابية بقدر ما هي بوح، بقدر ما هي رسالة للآخر أن العالم جميل، أن الكون جميل، أن العالم يمكن أن نراه مليئا بالنجوم، مليئا بالأقمار، مليئا بالمحبة. لا جدوى من أن تكون هناك السواطير وأن تكون هناك السيوف وأن يكون هناك الرصاص. كم جميل أن تسمعي هديل حمامة أو زقزقة عصفور، أكثر بكثير من أن تسمعي زخات رصاص أو مدفعية أو قنبلة أو حزام الناس. لم نمتلك الاختيار أستاذ بديع، يعني ما حصل. نستطيع أن نمتلك الاختيار، ليس نحن، من اختار أن يكون هو القاتل، من اختارته التربية، من اختاروه أسياده. علينا أن نقاوم، أكيد علينا أن نسعى، لأننا دائما حينما نكون نتفائل بالحياة نستطيع أن نصنع الحياة. لو امتلكنا الخيار لاخترنا أكيد زقزقة العصافير وهدي للحمام تماماً. وصوت الأنهار. لكن هناك من يختار البندقية ويختار الخنجر، فعلينا أن نحارب ذلك بكل تحموا حياتنا رغما عنا. أستاذ بديع، أريد أن أقف عند من يؤثر فيك. يعني دائما البدايات تجعلنا نقرأ لشعراء أو كتاب، هناك من يؤثر بنا، هناك من نريد أن نقدم أكثر مما قدم، هناك من قد يكون قدوة، هناك من قد يكون مغمورا ولكن له تأثير في نفسنا. كيف تعرفنا عمن أثر فيك؟ أنا أقرأ، أقول أنني أزعم أنني قارئ جيد، هذا من جانب. دائما قلتها البارحة يمكن كان هناك لقاء، الشاعر يحتاج إلى أن يمتلك ثقافة واسعة أكثر من الروائي ومن السياسي ومن كل الخلق. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى اللغة الأنيقة، اللغة الجميلة، الحرف الرائع، فهذا يحتاج إلى ثقافة، إلى معرفة. قد تكتبي نصا جميلا لكن لا يحمل أي معنى، فإذا يجب أن يكون أي نص حاملا لهموم الحياة، لفرح الحياة، لأحلام الحياة. فالشاعر حينما يمتلك موهبة، هذه الموهبة غير كافية، يجب أن تكون ثقافته واسعة. قرأت الكثيرين وأحببت الكثيرين. من؟ لا أستطيع أن أذكرهم كلهم لأنني قرأت كثير لأدباء سواء كان عرب أو غير عرب، لكن أزعم أنني لم أتأثر بأحد. كلنا نستفيد من الآخر، مؤكد أن هناك تخاطر يأتي، لكن كنت منذ البداية أقول يجب أن أرسم شيئا ما. حتى الآن لا أعلم إن استطعت أن أحقق بعض الشيء، أن أمتلك شخصية متميزة عن غيري، لكن ليست منفصلة عن أدباء وشعراء وكتاب آخرين. لا شك بأن هناك أسماء مهمة في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث، شعراء كثر وأدباء كثر، لكن ربما حاولت أن أرسم شيئا جديدا، وطبعا هذا الجديد دائما يتأثر بالآخر. فلم يبهرني سين من الناس أو عين أو زيد أو عمر، ظلت العلاقة. حينما أقرأ رواية أرى أن هذه الرواية رائعة،
أقرأها عند آخر قد تأتي بنفس لغة الحياة لكن تأتي بلغة أخرى. قصيدة شعرية لمحمود درويش، لنزار قباني، للبدوي الجبل، قصيدة لمرئ القيس، لعنترة، ليلي، كل هؤلاء. دائما أبحث عن الكلمة المعبرة، عن الروح الشفافة. هذا ما أريد أن أقف عنده تماما. حينما أخذ شاعر يكتب مثلا شعراء أو شعراء البطولات وكذا، هذا لا يعنيني على الإطلاق. عندما نقرأ لبديع صقور نقرأ نصوص فيها من الرمزية، فيها من السلاسة، فيها من الصور التعبيرية، ولكنها مستساغة، ليست صعبة على المتلقي. يعني نستطيع أن نقرأها وأن نفهمها دون أن يكون هناك عبوس أثناء القراءة أو محاولة لترجمة المفردات وإن كانت باللغة العربية. هل هذه السمات للقصائد التي تكتبها أو للقصص تريد من خلالها أن تصل إلى الجميع؟ تريد أن تكون بمتناول الجميع على اختلاف الدرجات الثقافية للمتلقي؟ دائما ما نكتبه يشبهنا. أنا أقول كشخص كإنسان ما أحمل في داخلي تنقله تماما، أنقله وحريص دائما أن يكون النص صادقا محلقا. دائما لغة العنف لا أحبها على الإطلاق. قد أوصف العنف بحالات تدفع بالآخر إلى أن لا يحب هؤلاء القتلة عبر العصور. حينما أحلم بالحياة وأعيش الحياة مع الآخر، ما الجدوى أن أكون كاذبا معك؟ ما الفائدة بأن أتقمص شخصية غير شخصيتي؟ لذلك نصي دائما أقول يجبهني تماما. وعن الحالة الإنسانية، أرى الإنسان أنه حالة جمالية، حالة كونية. لا يمكن للإنسان إلا أن يكون إنسانا، أو بالمقلب الآخر أو الطرف الآخر يكون إنسانا، ليس إنسانا وإنه كائنا متوحشا. ماذا يفرق أو ماذا يختلف القاتل لطفل، أو من ينتزع كبد إنسان ما، أو من يفصل رأسا عن جسد صاحبه، عن ذلك الذئب أو ذلك الضبع أو ذلك الحيوان المفترس؟ إذا لا فارق على الإطلاق. فإذا نحن يجب في هذا الصراع الكوني الذي نعيشه، صراع كما نقول هو صراع القتل، صراع الاغتصاب، صراع اغتصاب طبعا أقصد الحكومات والشعوب والدول. فإذا هذا الصراع الكوني، الأدباء هم أنبياء العصر حينما يحملون رسالة المحبة للآخر، حينما يتعاملون مع الآخر ويدعون الآخر إلى المحبة لا إلى القتل. فهذه حالة إنسانية تدفعنا جميعا لأن نقرأ. وأقول دائما، قد يسأل البعض لماذا الشعر الآن في حالة ركود؟ لا أقول في حالة ركود، ربما هي أحاسيسنا، مشاغلنا، عدوانيتنا دفعتنا إلى أن نكتب الشعر. ليس الشعر الذي هو في حالة ركود أستاذ بديع، نحن إذن هذا ما من في حالة ركود، إننا لا نقرأ الشعر. أريد أن أنتقل إلى دعو الحمام ينام، وهذا الإصدار الأخير لك ويحمل كثير من الرمزية، وجاء متزامنا مع ما يجري على الأرض. فيه الكثير من الرسائل التي توصي بالحب، التي فعلا يوصف الأديب من خلالها بنبي محبة، لأن الله محبة. ما الذي تسمعنا من دعو الحمام ينام؟ دعو الحمام ينام، سأأخذ المقدمة كي ندخل إلى النص. مدى الأبد، وسع السماء، ملء الفصول، بين هبة ريح وهمسة زهرة، فوق غصن نهر وعلى شرفة ينبوع، عصفور يغني موتى تحت فيء نسمة، على شطآن نهار أبيض، بين تغريبة وطن وعرش إله، بين أحضان أغنية وضفة همسة، دعوا الصباح يغرد، دعوا الحمام ينام. سأختار زهور على التلال، فتشت
جيوب أيامي فما عثرت إلا على تميمة أخاطتها لي أمي داخل جيب صغير في سترة أيام الممزقة من أول يوم درست فيه على هذه الأرض كي تحرسني من عيون الحاسدين. فتشت زاوية القلب فعثرت على آخر زهرة كنت قطفتها في طفولتي من تلال قريتنا الصغيرة بيت علام. ما أن أرفع بصري إلى السماء إلى وأتذكر أول مرة تسلقت فيها كسنجاب صغير جذع جوزتنا المنتصبة كحورة شامخة على زاوية بيتنا الطيني. أفتش في جيوبها عن عش دوريا أو ثمرة يابسة. يا لجوزتنا المسكينة التي هرمت باكرا وأيبسها شتاء قارق. سأنتقل إلى نص يتحدث عما يجري على هذه الأرض. من أعالي هضبة عمري هذه مقاطع همسات سميتها ذات وجد قديم كشراع بحار عتيق قدم مع الأنهار كإله عابر حاملا معزفه وغربته وحيدا جلس فوق التلال وحيدا راح يعزف ألحان وجده القديم وحيدا كان النهار يجري وحيدا كان النهر يصغي إليه لحظة جوع جاء ضجرا كواحة وبين ضجره وخوفه صنع إلها من تمر بين ضجره وخوفه تسلى بالسجود له ولحظة جوعه لم يتردد في التهام إلهه الذي صنع سأخذ تحت سقف النات. هي هذه النصوص طويلة لكن نأخذ منها مقتطفات. نأخذ مقتطفات لن أو آخر أيلول آخر الطيوف آخر النظرات آخر شمس أيلول على قارعة الظهيرة وجدوه قتيلا كذهر آخر أيلول تفرقوا وطيرتهم الريح كورق خريف آخر أيلول تباعدت بينهم الضفاف آخر أيلول مطر حنون مطر كئيب مطر يغسل أرصفة المساء مطر حميم مطر يستنقذ البحر ويشكو للسفن الرحيل مطر ينام في الحنين مطر يساقط على شكل تابوت مطر مسجى كزهرة من خريف مطر يغلق باب خيمته ولا من يعزي البحر سوى البحر إذا ما تأخر أيلول إذا ما فقدت أيلول احتضني المساء بلهفة ويصيضمك الليل كقمر هارب. أستاذ بديع في ضوء ما يجري حولنا هناك الكثير من المسؤولية التي نحملها هناك الكثير من النشاط الاجتماعي هناك الكثير من التوجه للشباب هناك الكثير من التوجه للآخر ما الذي تفعله أو الذي تحمله من مسؤولية تجاه ما يجري كيف ينعكس على الورق؟ ينعكس على الورق حينما نصل للآخر حينما نسعى في عالم التربية كما يقال الطفل أو دماغ الإنسان أو الطفل ورقة بيضاء ننقش عليه ونرسم عليه ما نشاء ترى نحن لو عودنا وعلمنا أبناءنا القراءة لو علمنا
لو كان هناك تربية سليمة وصحيحة، طبعا لا شك بأن هناك أنماط كثيرة من أنواع التربية، في غفلة من ما خرج البعض بسلوكهم العدواني وتربوا على العدوانية. لكنني دائما أقول من يمتلك ثقافة صحيحة لا يمكن أن يكون فاسدا، لا يمكن أن يكون مجرما، لا يمكن أن يكون قاتلا. فالثقافة هي كما يقال ثقف السيف سواه وقومه. الثقافة هي الغذاء الروحي، وهي تفتح عوالم الروح وعوالم العقل وعوالم الفكر عند الإنسان، فهذا يصنع الإنسان. ليس أن نعيده أو أن نخرجه من كهوف الظلام وأن نعيده إلى عالم مضطرب، إلى عالم ليس به سوى القتل. فنحن نعلم الطفل ونحن نصنع الطفل، فكي نعلمه القراءة. هذه النصوص في كثير من بلدان العالم يقرؤون، أو حينما يتعرفون إلى شاعر يكون هذا الشاعر في نظرهم في المقدمة وعلى رأس الحضور، بينما مع كل أسف حينما أعرف بشاعر ما يقول الشاعر. ومع ذلك أقول صفتي أو أهم ما أطمح إليه أن أكون شاعرا. الأستاذ الشاعر والكاتب بديع صقور، سعيدين بوجودك اليوم، نضم صوتنا إلى صوتك. نحن أكيد بحاجة لأن نقرأ، لأن ننشئ جيل قادر على التمييز ما بين الخطأ والصواب، لأن هذه هي المشكلة الحقيقية التي ربما وقعنا بها. نشكر حضورك مرة ثانية، سعيدين بوجودك في حياتنا البحرية. وأكيد لكم أيضا مشاهدين الأحبة كل الشكر على حسن المتابعة. نلتقي وإياكم وأنتم في أتم خير وصحة وعافية يوم السبت القادم. دمتم بأمان الله. إلى قلب بحري جديد، إلى اللقاء.